أذكركم يا غاليين بتشجيعي بالضغط على زر أعجبني واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم يا غاليين يا غالياتي، كيف توما؟ كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم بوفيه ديال عيد ميلاد الطفل ديالي اللي صيبته من الف تانية، كل شيء صيبته في الدار، وان شاء الله شاركت معكم بزاف ديال الافكار ديال لي بوفيه، راقي واقتصادي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، فيديوهات القادمه غنشارك معكم الوصفات وتحضيراتي التزيين وكل شيء صيبته في الدار، كل شيء صيبته بيدي، كل شيء ان شاء الله غادي نشاركه معكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديوهات وتشجعوني وتبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم والاحباب باش تعم الفائده. يلا خليكم مع الصور باش ان شاء الله نستفدوا كاملين. هنا خليتكم باش تشوفوا الفيديو، وكيف ما كتلاحظوا بوفيه كامل مكمول، فيه مملحة، فيه تحلية، فيه مثلجة، فيه تورته، فيه مقرمشات، فيه
حلويات او ديك الدوناس اللي عدلت. كنتمنى ان شاء الله هي يعجبكم بوفي ونشارك معكم ان شاء الله الوصفات ويعجبوكم ونشارك معكم كاع التزيينات اللي كتشوفوا. راني انا اللي صايبتهم باش هكذا غادي نشاركهم معكم تفرحوا وليداتكم ان شاء الله يا ربي. الله يخلي لكم وليداتكم وكل سنه تشوفوهم ان شاء الله في احسن الاحوال وبالنجاح وبطول العمر وبالصحيحه وتفرحوهم وتعاودوا خلي لكم تاتوما صحيحه ان شاء الله باش تقدروا تفرحوهم وتقدروا توقفوا معاهم. هنايا غادي نخليكم تم اخر ديال الفيديو وكنقول لكم تم فيديو قادم ان شاء الله اللي غنشارك معكم تزيين وصفات. الى اللقاء.